عبر الهاتف أيضا لمزيد من المعلومات تنضم إلينا دكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي. دكتور أماني في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي كانت علاقات وطيدة، كيف نأمل أو يعني تتوقعين أن سيتم البناء على هذه اللقاحات على هذه العلاقات بعد هذه القمة؟ طبعا هو هناك تأكيد كام على الندية في التعامل بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وكان منتدى القطاع الخاص الأفريقي الأوروبي على هامش القمة الأفريقية الأوروبية ركيزة من ركائز التعاون المشترك بالنسبة للقطاع الخاص وكيفية الاستثمار في الدول الأفريقية والقارة الأفريقية على أساس خلق فرص عمل، على أساس إضافة القيمة للمنتج الأفريقي، على أساس خلق فرص عمل، على أساس أنه يبقى في تصنيع ودعم الصناعة ودعم بناء قدرات القطاع الخاص الأفريقي والتي تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأيضا التوصيات التي صدرت عن منتدى القطاع الخاص الأفريقي الأوروبي ووزعت على رؤساء الدول والحكومات بتنص على أن هناك أن هذه الشراكة لابد وأن يكون هناك ثلاث محاور لهذه الشراكة. أولا بناء قدرات القطاع الخاص، ثانيا أن يكون هناك البيئة المناسبة والتشريعات اللازمة للاستثمار في القطاع في القارة الأفريقية، أن يكون هناك دعم للصناعة وترانسفير اوف تكنولوجي أو نقل التكنولوجيا نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الصناعة الأفريقية. ويمكن تحت مظلة مجلس أعمال أفريقيا الذي أنشئ في إطار القمة الأفريقية قرار القمة الأفريقية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، هناك فرص كثيرة جدا بالنسبة للاستثمارات في القارة الأفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية التي أيضا فعلت وانطلقت تحت رئاسة مصر في الاتحاد الأفريقي. وكان هناك العديد من الورش العمل في المنتدى الاقتصادي التي شملت الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في الطاقة، الاستثمار في تكنولوجيا الزراعات الغنائية، دعم ريادة الأعمال للشباب، دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة. يعني هناك تعاون مشترك كبير جدا يعود على النفع بكلا القارتين. وأيضا إزاي إن ممكن من خلال إضافة القيمة للمنتج الأفريقي بحيث يكون منتج ذو يناسب المعايير الدولية ذو تنافسية عالية. ولكن طيب دكتور أماني خليني أقف مع حضرتك قبل أن نتحدث عن العقبات والتحديات عن فكرة الثلاث محاور اللي حضرتك اتكلمت فيهم متعلقين بالاستثمار ونقل التكنولوجيا وغيره. هل جميع الدول في إفريقيا تمتلك هذه البنية التحتية، البنية الحاضنة لاستقبال استثمارات بشتى الأشكال، أم كل دولة سيتم التعامل معها على حسب الأولويات التي تحتاجها هذه الدولة؟ طبعا يعني من الاهداف بتاعه تاسيس مجلس اعمال الافريقي ان يكون هناك صوت واحد للقطاع الخاص الافريقي، ومن خلال هذا القطاع الخاص يتم الاستثمار في البنيه التحتيه. هناك يعني لجنه متخصصه للاستثمار في البنيه التحتيه، للاستثمار في الانرجي، في الطاقه، ومن خلال هذا من مجلس اعمال الافريقي يكون هناك حوار مشترك بين الحكومات والقطاع الخاص الافريقي، عشان عندنا كوريدورز من داكار لدار السلام ومن القاهره لكيب تاون ومن ليجوس لمومباسا. الاستثمار في البنيه التحتيه والطرق والمواصلات وايضا الطرق الملاحيه هام جدا لتخفيض نقل المنتج، وايضا للاستثمار في الطاقه، وذلك لدعم الصناعه الافريقيه، لانه من غير انفراستراكشر، من غير بنيه تحتيه وطرق مواصلات، يعني لن يستطيع القطاع الخاص ان يقوم بالتنميه الاقتصاديه اللازمه. عشان كده لازم البيئه المناسبه والتشريعات اللازمه وجعل حوافز للاستثمار في القاره الافريقيه. طيب يمكن مصر سباقه فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقه بالقاره الافريقيه، مصر تتبنى قضايا القاره الافريقيه بشكل عام، دور مصر في الوصول إلى الأهداف اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي يا دكتور أماني؟ دور مصر يدي جدا لتصدير الخدمة العلمية في القارة الأفريقية، لكيفية أنه مصر ممكن يعمل استثماراتها كثيرة في القارة الأفريقية. مصر لها باع أيضا حتى في المنتجات الصناعية اللي ممكن أنها تصدر للقارة الأفريقية.
لانه ايضا اذا كنا عايزين نزود التجاره البينيه بين دول القاره، وحتى الان فقط 15% من دول القاره مقارنه باوروبا 60% التجاره البينيه بين دول اوروبا، فهناك مجال كثير جدا لفتح اسواق افريقيه للمنتج المصري والتعريف بهذا المنتج المصري والاستثمارات المصريه في القاره الافريقيه. لذلك احنا من اهم اهداف مجلس اعمال افريقيا للبيئه المناسبه والتشريعات اللازمه ان يكون هناك على الاقل 40% من كل المناقصات الحكوميه تذهب للقطاع الخاص الافريقي. طيب، وحينما يتم ذلك هل ستكون افريقيا جاهزه لتكون حاضنه لاستثمارات خارجيه من مختلف الدول؟ طبعا هو افريقيا جاهزه لهذا الاستثمارات من خارج القاره الافريقيه، ولكن زي ما قلنا على اساس الماديه ان يكون هذه الاستثمارات تدعم خلق فرص عمل وتدعم بناء قدرات القطاع الخاص الافريقي وتدعم الصناعه الافريقيه بما يحقق اجنده التنميه في القاره الافريقيه. نعم نعم، دكتور أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات.